صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والحب والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج يومي من الأحد للخميس من الساعة 10 إلى 11 الصبح، تقدم لكم إياه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة واللي نحبها كلنا إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، وخلوني أرحب بعد فريق عمل برنامج ويانا اليوم. عندنا في الإخراج الزميل المتميز نمر محمد، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامجكم صحة وسعادة أن نقدم لكم الفقرات والمواضيع اللي تهمكم وتفيد صحتكم وصحة مجتمعنا، ويسعدنا بعد أن نفتح لكم يعني قنوات التواصل مع هيئة الصحة في دبي لإبداء ملاحظاتكم اقتراحاتكم اللي تساهم في تطوير منظومتنا الصحية. واللي حاب يشاركنا بالبرنامج نقول له حياها الله على أرقام التواصل 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، فقراتنا لهاليوم متنوعة، عندنا فقرة تخص الأخبار الصحية، وعندنا بعدها فقرة السوشيال ميديا، وبعدين بعد في فقرة التغذية راح نتكلم عن الطرق الصحيحة لحفظ وتخزين الأغذية، وبالأخير بتكون عندنا فقرة تتكلم عن حملة دمي لوطني. على العموم خلونا الحين نبدأ أول فقراتنا ونشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن الجلوس المستمر وعلاقته بمشاكل المفاصل. حذرت الجمعية الألمانية للأطراف الصناعية من أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى إتلاف المفاصل في الركبتين والوركين، وأوضح خبراء الجمعية أن الجلوس لفترات طويلة يعمل على تقصير الأوتار والعضلات، وهو ما يترتب عليه تقييد حركة المفاصل ووظائفها، وبالإضافة إلى ذلك يتأثر ظروف المفصل أيضا بالجلوس المستمر وما يرتبط به من نقص في ممارسة الرياضة، خاصة وأنه يتزود بالسائل الزلالي المغذي فقط من خلال حركات الضخ أثناء النشاط البدني. وأوصت الجمعية الألمانية بتغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر، وبعد بتغيير أثاث الجلوس، بس يعني مو بتغيرون يعني كل فترة وفترة بتقولون دكتورة بدرية خبرتكم تغيرون الأثاث هذا، لا، هذا الجمعية الألمانية تقول إذا كان الأثاث يعني الجلوس مغير مناسب أو متعب يعني للمفاصل والركبتين نحاول أن نغيره للأثاث يعني اللي يكون مناسب ويكون أكثر يعني راحة. زين، هذا بالإضافة إلى دمج الكثير من تمارين في الحياة اليومية واستغلال كل استراحة قصيرة في الحياة المكتبية اليومية لأداء التمارين، وهاي التمارين اللي تخص الإطالة وتقوية العضلات وشدها. طبعا أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن ممارسة الرياضة شيء وايد مهم، وخاصة يعني للعاملين يعني في المكاتب واللي مثلا ينسون أنهم يتحركون من فترة لفترة، وإحنا دائما نوصيهم أن تحاولوا تستغلون فترات الاستراحة القصيرة أنكم تتحركون، لأن هاي الحركة بتفيد صحتكم وبتفيد حتى الوظائف الإدراكية وبتحسن من طاقتكم يعني وبتجدد كذلك الدورة الدموية وتحسن من الحالة المزاجية، وبعد أكيد بتخفض من الإجازات المرضية، وهذا كله يعني يؤدي إلى زيادة التركيز وتحسين أدائنا في العمل وتعزيز الإنتاجية. أعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لهذا اليوم، وخلونا حين ناخذ فقرة السوشيال ميديا
مع الزميلة أسمى الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، ونشوف شو متداول عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي. يا مرحبا وسهلا فيك أسمى، نورتي البرنامج. مرحبا بس مليون دكتورة، واليوم خميس وعيد، ونتمنى للجميع إجازة وعطلة هاي الأسبوع. أكيد أكيد يا أسمى، يقولون اللي مطول غيبات يا بالغنايم، وإحنا افتقدناك يا أسمى، وافتقدنا يعني فقرة السوشيال ميديا. المهم أنك استانستي بالإجازة ورجعتينا بأخبار، يلا خبرينا إيش عندك في السوشيال ميديا. هي كانت امتحانات بس نعتبرها إجازة. يلا بالتوفيق عيال. الله يحفظك يا رب. نحن الإشهال اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي، منها يوم أمس كانت حفلة التبرع بالدم موجودة في إكسبو 2020، تقريبا أكثر من 70 شخص قام بالتبرع والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين. بس أحب أيضا نذكر أن كل شخص قادر على إنقاذ حياة 3 أشخاص من خلال تبرعه بكيس دم واحد على الأقل. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، اللي هي مثل ما نقول مثلث الوقاية من كوفيد، اللي هو التباعد الجسدي، لبس الكمامة وتعقيم اليدين، والأهم والأهم منها يعني غير الكمامة وهالأمور، مهم جدا أن الأشخاص يكونوا ماخذين اللقاح والجرعة الداعمة، هذا لحمايتهم من أي متحورات ثانية. صراحة يا أسمى حبيت موضوع هذا المثلث الوقاية، يعني فكرته حلوة بسيطة، وأنه تسهل يعني أن الناس يتذكرون الأشياء المهمة من الاحترازات الوقائية، صح؟ لأن في وايد وايد أشخاص كانوا يسوي هذا وسوي هذا، لكن الأهم أهم شيء أو أهم ثلاث أشياء لازم نحن نخليه كذا ما نقول لايف ستايل أنت عايش معه. صحيح. هالثلاث أمور وهالثلاث أمور مو بس حد كوفيد، يعني حتى الإنفلونزا الموسمية، حتى يعني يتقي من كل الأمراض، يعني كل ما يعني ما يقولون بعد سالف خليك سالف. أكيد، لأن يا أسمى شوفي الإجراءات الاحترازية هاي وأغلبية الأمراض هاي التنفسية تنتقل عن طريق يعني نفس يعني وسائل الانتقال، فإحنا اليوم إذا يعني لبسنا الكمام وخذينا الإجراءات الاحترازية هاي مثل ما قلتي، مو بس بيقينا من الكورونا ولكن من الأمراض الفيروسية والتنفسية الشائعة حتى في أوقات الشتاء. وإحنا على فكرة لاحظنا أن انخفاض في أعداد المراجعين للعيادات الأمراض التنفسية، وهذا كله بسبب اتباعنا للإجراءات الاحترازية مثل ما قلتي. إن شاء الله يعني يكون مثل نمط حياة يعني ونستمر عليه. ودكتورة كمان يعني بعض الأشخاص نحن ملينا وملينا وملينا، لكن كل ما نحن حاطين فكرة أن هذا نحن مجبورين عليه أو مقصوبين عليه، دائما بنكون أو بنحس أن نحن ما نبى، لكن صحيح. مجرد ما نحن نتعايش معاه بيكون ترند، يعني ما شاء الله الحين بعد حتى الكمامات أشكال وأنواع. صحيح. والوان بعد يعني على لون على لون لبسك الكمام على لون اللبس بعد على لون اللبس يعني يعني ما لنا حجه صح. ما في حجه. اخاف يزعلون منا يعني المستمعين الحين، هم يبون يفتكون من الكمام. ونحن نقول لهم لا خليكم. وهذا اللي اثبت يعني نحن يعني من الدول اللي حافظت على الكمامه وما شاء الله يعني الوضع مستقر عندنا، غير الدول الثانيه اللي قالوا شلوا كمامة وردوا مرة ثانية يسوون إغلاقات. نحن دائما ننصح صح إن يمكن بعض الأشخاص حسنا ثقيلة عليهم، لكن استمروا بإجراءات الوقائية. وأهم وأهم من هذا كله أيضا إنه واحد يتأكد إنه هو خد تطعيم، يتأكد إن حوله أو ربعه أو ناسه أو اللي يحبهم يكون ماخذين تطعيم. أيضا من ضمن الأشياء نحن نحب نأكد عليها إن مستشفى الإدبي قام بإغلاق البوابة الخاصة بالعلاج الطبيعي لأعمال التطوير ويعني تغيير البوابة. ومثل ما يعرفون نحن فتحنا البوابة الجديدة تقريبا من فترة قريبة، فنتمنى من الجميع أن يأخذون البوابة الرئيسية لمستشفى دبي، ويعني ما يأخذون البوابة الثانية لأنها بتكون مغلقة. يعني تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. زين أسمع حلو. أنا بس سمعتي الخبر اليوم؟ أنت بينا قلت أنت تذكرين الخبر وأنا بدل الأساس. إنزين شو رأيك، شو الشيء اللي تسوينه عشان تقللين من فترات الجلوس الطويلة على المكتب؟ خبرينا بس فكرة واحدة تسوينها. من الأشياء اللي أسويها إنه وأنا ساعات أنسى نفسي بين الدكتور، لكن يهمني مثلا أغير مكان، يعني إذا كنت أنا مو في المكتب في البيت عندي بعد مكتب، إذا أغير من المكتب أجلس
على السرير أو أسير أجلس على الكنبة الموجودة برا على الغرفة، ودام الجو حلو أجلس القعدة الخارجية اللي عندنا في البيت. زين زين ممتاز. وتسوين شيء من أنواع الرياضة خلال الدوام؟ يعني مثلا تمشين، تحاولين يعني تاخذين الطريق الأطول مثلا؟ أول شيء حاول أخذ البوابة الثانية اللي ما تكون مباشرة لمكتبي، شوي أمشي زيادة. هذا أسوي بس الشتاء، في الصيف ما أسوي، بكون المصداقية حر. وأحيانا إذا عندي مكالمة بتطول أمشي، أخليها كذي بالمشي يعني. علق أهم شيء إن إحنا نتحرك، صح ولا؟ إيه، أطلع من باب أدش من باب ثاني. ما شاء الله وايد بوابات عندنا. زين يا أسماء، مشكورة، ويعني صراحة سعدتينا بالأخبار اللي قدمتيها لنا، وشكرا لك عزيزتي أسماء، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. نلقاك الأسبوع الجاي بإذن الله، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة، وخميسك ونيس. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل باقي فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، وحياكم الله ويانا في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا دائما أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا أكيد. في فقرة التغذية اليوم لهاليوم بنتكلم عن الطرق الصحيحة لحفظ وتخزين الأغذية، وأهمية التخزين الجيد للاستفادة من الأغذية أطول فترة زمنية ممكنة بعيدا عن التلف والفساد. وعشان نتكلم أكثر عن هالموضوع، يسعدني أن يكون ويانا اليوم الأستاذة حصة الشيبي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة حصة، وحياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. مرحبتين علي، مرحبتين، وصباح الخير لجميع المستمعين. صباحك نور وسرور أستاذة حصة. بداية حبينا نعرف ونعرف اللي يستمعوننا عن أهمية وفوائد حفظ وتخزين الأغذية لفترات طويلة. طبعا فوائد حفظ تخزين الأطعمة كثيرة، خصوصا إن إحنا الحين نعيش في زمن نقدر نسميه الإكسبوننشل أو زمن متسارع، فالحياة تطلب منا نمشي بسرعة، نحضر كل شيء بسرعة. فتخزين الأغذية ممكن يساعدنا على إن نحن نحافظ على وقتنا ونوفر الوقت والجهد عند تحضير الطعام. تخزين الأطعمة بشكل سليم بشكل جيد باتباع التوجيهات تساعد على أيضا الحفاظ على القيمة الغذائية للوجبة لفترات طويلة أكثر، فبالتالي هي تساعدنا على أن نحن نتجنب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي. فحفظ هذه الأغذية مثل الخضروات والفواكه ساعدنا على أن نحن نحافظ عليها لفترة أطول، بالتالي نحن نقدر نتناول مثلا المانجو فلنفرض إذا خزناه بطريقة صحيحة في الفريزر في الصيف، ممكن أن نحن نتناوله في الشتاء أيضا بنفس الطعم ونفس الجودة، ممكن نحن نستخدمه في العصائر، في السموثي، في تحضير بعض السويتات. أيضا في نقطة مهمة ممكن تستفيد منها الأم العاملة، نحن نقدر نقول أكثر شيء، أو اللي تكون مشغولة مثلا في أشغال ثانية عن البيت، اللي في طريقة نحن نقدر نحفظ فيها حليب الأم للأم المرضع، اللي هي نحن نقدر نخزنها في الفريزر أو الثلاجة لفترات طويلة، فبالتالي نقدر نحن نعتمد على الرضاعة الطبيعية بشكل أكثر. صحيح. من الحليب الصناعي، ممكن هذا يساعد الأم بشكل كبير. وهذا اللي خلينا الحين يعني نسأل، نقول شو الطريق، يعني الطرق الصحيحة لحفظ وتخزين الأغذية؟ طبعا طرق حفظ الأطعمة مختلفة متعددة، تعتمد على نوع الأكل نفسه أو
السبب في حفظ هذا الطعام. ممكن نحن نتبع طريقة التجفيف مثلا بحيث أن نحن نمنع وجود الماء في هذا الطعام، فبالتالي البكتيريا ما بتحصل على البيئة اللي هي تساعدها على التكاثر والنمو. ممكن أيضا نتبع طريقة التخليل بحيث أن نغير في الحموضة في الأكل، فبالتالي نفس الشيء البكتيريا ما تقدر تنمو بطريقة كبيرة، فمش نحافظ على الأكل فترة طويلة أكثر. وطبعا أهم طريقتين أو أكثر طريقتين نحن نتبعها اللي هي حفظ الأطعمة في الثلاجة أو الفريزر. ونقطة مهمة لازم نتذكرها أن درجة حرارة الثلاجة لازم تكون 4 أو أقل. صحيح، لازم احنا لازم نتأكد من درجة حرارة الثلاجة، لأنها ممكن يعني تكون في الثلاجة بس الدرجة غير مناسبة وتؤدي لفساد الأطعمة. صح، هاي نقطة وايد مهمة. وأيضا الفريزر لازم درجة الحرارة تكون أقل من سالب 18 أو أقل، لأن إذا درجة الحرارة ما كانت في هذا درجة حرارة الفريزر أو الثلاجة ما كانت على هذه الأرقام، ممكن أن نحن بدل ما نحافظ على الطعام نتلفه أكثر، لأن في عندنا نفس مقياس نسميه اللي هي درجة حرارة الخطر، منطقة الخطر اللي هي بين 4.4 درجة سيليسية إلى 60. فهذه في هاي درجة الحرارة تكون هي المفضلة للبكتيريا للتكاثر والنمو، فنحن لازم دائما نتجنبها في حال تخزين الأغذية أو حتى تحضيرها أو إبقائها في درجة حرارة الغرفة. لازم نعرف أن ما نخلي الأكل لمدة أكثر عن ساعتين في هذه الدرجات اللي هي منطقة الخطر. صحيح. زين أستاذ حصة، شو الأثار السلبية للتخزين الخاطئ للأغذية؟ يعني لو نعرف المستمعين أكثر. طبعا ممكن أن يؤدي التخزين الخاطئ للأطعمة إلى زيادة نمو البكتيريا، لأن الأطعمة الطازجة نفس الخضروات أو الفواكه أو الأطعمة بشكل عام تحتوي أصلاً هي بطبيعتها على مركبات كيميائية اللي هي الإنزيمات. هاي الإنزيمات شو تسوي بالضبط؟ هي تسبب في مثلاً تغيير في الطعم، تغيير في اللون، تسبب في أن الفاكهة تخترب أسرع. فنحن يوم نحافظ على الأغذية في الثلاجة أو الفريزر نحن نمنع نمو هذه البكتيريا أو الإنزيمات اللي موجودة على الطعام، فبالتالي نقلل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ونقلل أيضا خطر الإصابة بالمشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا نوفر الوقت طبعا. زين أكيد في هناك مواد غذائية مثلاً أنتم ما تنصحون إن إحنا نخزنها لفترات طويلة، لو تذكرنا بعض أمثلة من هالمواد. طبعاً في مواد غذائية ينصح أنها نحن ما نخزنها لفترات طويلة أو نتجنب تخزينها في الفريزر، ولكن هذا الشيء يرجع لنا شخصياً، يعني كل وحدة وكيفها، شو كيف تبغى تخزن الأكل. مثلاً عن الخضروات والفواكه، إذا أنا حابة أني أستخدم هذه الخضروات مثلا في السلطات أو في الأطعمة الجاهزة أن أنا أخذها وما أطبخها، فممكن أن تخزينها في الفريزر يؤدي إلى مثلا ذبلان هذه الخضروات. يعني الخضروات وبعد ممكن تكون الفواكه، صح؟ لأن إحنا لازم نأخذها بطريقة يعني مثل ما يقولون مستمرة، بس ما نخزنها فترات طويلة. أيوة نعم. وأيضا عندنا مثلا منتجات الحليب، مثلا الروب أو الحليب، إذا نحن خزناه لفترات طويلة، طبعا في الثلاجة نقدر نخليه من 3 إلى 5 أيام، وفي الفريزر ممكن أنه يستمر فترة طويلة لمدة أقصاها مثلا 6 شهور، هذه طبعا لكل الأطعمة. ولكن منتجات الحليب إذا نحن خزناها في الفريزر فلنفرض أو لفترة طويلة، ما بنقدر نستعمله نفس ما هو كان قبل. يعني الروب خلينا نحطه في الفريزر، بنذوبه بنشوف انه ما رجع لي كيف شكله الاولي، يعني بينفصل السائل عن الروب نفسه. صحيح. وهناك اكيد في علامات يعني تدل على مثلا فساد الاطعمه المخزنه في الثلاجه، مثلا يعني ممكن هالعلامات مثلا تتعلق برائحتها، طعمها، شو ممكن تكون بعد غيرها من علامات؟ ممكن الرائحة، ممكن مثلا إذا خلينا الأطعمة مثلا بشكل مدة طويلة نشوف نفس البكتيريا أو نفس هذا تكون على الأكل نفسها من الشكل، نقدر نشوف في أطعمة تتغير لونها،
بس مو بشرط اذا اللون تغير يعني ان الطعام فاسد، لا، لان في اطعمه نحن ممكن نحطها في الثلاجه او في الفريزر يتغير لونها بعد. بس اكثر شيء نحن نركز على الفتره اللي نخليها في الثلاجه او في الفريزر، بحيث انها ما تتعدى 4 ايام اذا كانت في الثلاجه، والفريزر تقريبا لين 6 شهور نقدر نحفظ الطعام، وفي درجه حراره الغرفه ما تتعدى 2 ساعة. وفي نقطه مهمه لازم نحن نتذكرها، فنفرض ان نحن عندنا ليفت اوفر او غذاء زايد نبغى نحطه في الثلاجه، لازم نحطه في اسرع وقت ممكن في الثلاجه وما نعيد تذويبه. إنزين، وتنصحين يعني مثلا الأطعمة هاي تخزن مثلا بعلب معينة أو بأكياس معينة، يعني تكون مثلا نفرق يعني بين المواد، ما نحطها كلها بمكان واحد؟ طبعا، عندنا مثلا بعض الفيتامينات نفس فيتامين سي يكون حساس جدا للهواء، فإذا نحن ما سكرنا أو ما حطينا الأغذية في علب محكمة ممكن أن نفقد القيمة الغذائية لها، ممكن أن هذه الفيتامينات الموجودة يقل تركيزها في الطعام نفسه، وأيضا عدم تخزينها بشكل صحيح في معلبات محكمة مسكرة عدل يعني ممكن أنها تسبب في زيادة نمو البكتيريا، لأن البكتيريا تحب شو؟ تحب الهواء، تحب الماء، وايضا تحب درجه الحراره تكون معتدله، فهذه الاشياء ممكن تساعدها تتكاثر اسرع واسرع واسرع. صحيح. كل ما نحن قللنا هذه الثلاث اشياء العوامل اللي موجوده، كل ما قلت نسبه نمو البكتيريا في الطعام نفسه. ممتاز. استاذه حصه، عشان يعني يضيق الوقت، نبغى منك نصيحه توجهينها لربات البيوت فيما يتعلق بحفظ وتخزين الاطعمه، نصيحه اخيره. طبعا لكل ربات البيوت، نحن نعرف ان نحن ما قلت لكم نمر في زمن اكسبوننشال، فنحاول قد ما نقدر نحن نتبع النصائح، هذه النصائح اللي بوجهها لكم الحين عشان سلامتكم وسلامه الاهل. احفظي الطعام في الثلاجه او الفريزر في اسرع وقت ممكن، وايضا حاولي انك تقومين بتبريد ما تبقى من الطعام في اسرع وقت ممكن. طبعا ها اسرع وقت ممكن تقريبا تكون 90 دقيقة بعد تحضير الطعام. قومي بتخزين اللحوم النية او الدواجن تكون في علب نظيفة ومغلقة، ونحفظها دائما في الرف السفلي من الثلاجة، بحيث ان نمنعها من لمس الأطعمة الطازجة الاخرى مثل الفواكه او الخضروات. ودائما تذكري منطقة الخطر اللي هي بين 4 إلى 60 درجة سيليسية، هذه هي المنطقة اللي تتكاثر فيها البكتيريا، فنحاول نتجنبها لأكثر فترة ممكنة. وأيضا حاولي أنك أنت عند تحضير الطعام تخرجين الطعام من الثلاجة لأقصر فترة ممكنة، بحيث أنها ما تكون في درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة. طبعا دمتم بصحة وسعادة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصيحة. إن شاء الله. أكيد يا أستاذة حصة، استفدنا من معلومات وعلى هالحوار الثري المفيد يعني، وشكرا لك أستاذة حصة شيبي، اختصاصية التغذية السرية بهيئة الصحة بدبي، ونتمنى نلقاك بحلقات ثانية ومواضيع ثانية بعد مفيدة بإذن الله، وإجازة نهاية أسبوع سعيد وخميس ونيس إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 6005514114، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 4006. أطلقت هيئة الصحة في دبي أمس الدورة الجديدة لحملتها السنوية دمي لوطني في إكسبو 2020، الدورة رقم 11، واللي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع بشكل عام، بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي ودعم مخزون مركز دبي للتبرع بالدم من الفصائل المختلفة لخدمة المرضى وتسريع الاستجابة القصوى للحالات الطارئة.
وللحديث عن هاي الحملة بشكل مفصل. يعني يسعدني أن يكون اليوم ويانا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك دكتورة مي، نورتي برنامجنا. الله يخليك، صباح الخير والصحة والعافية عليكم وعلى كل المستمعين. صباحك نور وسرور دكتورة مي، افتقدناك الصراحة، من زمان ما سمعنا صوتك في الإذاعة. الله يحفظك ويسلمك دكتورة مي. طبعا على الحديث عن الحملة اللي أطلقتها هيئة الصحة يعني أمس، عطينا فكرة عامة عن الحملة وأهدافها. نعم، حملة دمي لوطني انطلقت أول مرة في عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه، واستمرت سنويا هذه الحملة بوجود طبعا الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الصحة في دبي وهم خدمة الأمين والإمارات اليوم. والحملة مثل ما ذكرت حضرتك أنه تستهدف جميع أفراد المجتمع، الغاية منها التثقيف والتوعية حول أهمية التبرع بالدم، حيث أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان. مع كل هذا التطور في الألم وفي جميع التخصصات، يبقى هناك حاجة إلى تبرع الأصحاء للمرضى المحتاجين للدم. وإذا تكلمنا عن إمارة دبي فهي في توسع مستمر وتطور مستمر ملحوظ، والجهات الصحية المستشفيات والتخصصات الطبية في توسع مستمر، فإحنا يوميا في حاجة إلى تقدم الأشخاص الأصحاء للتبرع بالدم حتى نقدر نغطي حاجة المستشفيات من الطلب المتزايد على الدم ومكوناته، بالإضافة إلى طبعا أصناف الدم النادرة اللي يحتاجوها المرضى. حملة دم لوطني في عام 2021 ظهرت بشكل جديد، حيث قرر الشركاء أنه الاستمرار بالحملة طول السنة، لأنه سابقا كانت الحملة تكثف في أيام محددة قريب اليوم الوطني، لكن بسبب الحاجة إلى الوعي والثقافة وإلى دعم أكبر من الأشخاص اللي يستطيعون التبرع بالدم، فصارت الحملة مستمرة على مدار العام. والحمد لله في عام 2021 ابتدينا بصورة مستمرة تنظيم حملات للتبرع بالدم من خلال حافلات التبرع بالدم اللي تذهب إلى مختلف الأماكن مثل الشركات والجامعات والمؤسسات والوزارات، وكان التركيز في هذا العام على مشاركة الجهات الحكومية لدعم مخزون مركز دبي للتبرع بالدم، وكذلك كنا مركزين في هذا العام على تشجيع الشباب للتبرع بالدم، لأن الشباب هم القاعدة الأساسية لبرنامج وطني للتبرع بالدم مستجد. فحمد لله في هذا العام الدورة العاشرة اللي انتهت في تقريبا الأسبوع الأول من ديسمبر قبل يعني أيام قليلة، واختتمها سمو الشيخ منصور بن محمد الله يحفظه، وكان هو أول المتبرعين في حملة هذا العام. ما شاء الله، أكيد دائما قياداتنا يعني دكتورة مي، قياداتنا دائما هم سباقين الصراحة يعني لهذه المبادرات، وهذا الشيء يعني اللي يشجع ان الشعب يعني اكيد يعني 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 يشوفون اذا قياداتنا يعني هو اول انسان تبرع يعني اكيد اكيد راح يتاثرون. نعم، بعد تبرع الشيخ منصور الله يحفظه ويحميه كثير شباب توجهوا للتبرع بالدم. صحيح. فالاحصائياتنا لهذا العام انه هناك زياده في عدد الشباب، وصلت الزيادة مقارنة بالعام الماضي 16% في زيادة، بالإضافة إلى زيادة في عدد المتبرعين للمرة الأولى، وهذا بالنسبة لبنوك الدم يعني إنجاز كبير، إنه ناس ما كانوا سابقا يتبرعون بالدم بدأوا يفكرون بالتبرع بالدم ويدخلوا جزء من أسلوب حياتهم،
أتوقع دكتورة يمكن بعد يعني موضوع أن أنتوا سويتوا الخطوة هذه الممتازة أن خليتوا الحملة هذه على طول السنة، هاي أكيد عطت الناس فرصة ومجال أنهم يعني حصون وقت أنهم يصيرون يتبرعون أكيد. صح، أو أن زاد أكيد. الوعي بهالموضوع أكيد. نعم نعم أكيد طبعا يصير فرصة أكبر مثل ما تفضلت حضرتك، ويكون في مجال أكبر للتبرع بالدم. فالحمد لله التبرع بالدم طبعا بالإضافة إلى أنه يعني ينقذ حياة الأرواح الكثيرين من المرضى، خصوصا في مرضى اعتمادهم الرئيسي في علاجهم هو نقل الدم المستمر، صحيح. مثل مرضى الثلاسيميا طبعا وأمراض الدم الوراثية وكثير من أمراض السرطانية اللي تعتمد بصورة رئيسية على نقل الدم، صحيح. بس بالإضافة لهذا اليوم نحبهم من هذا المنبر نقول إنه في فوائد للتبرع بالدم. فالمتبرع اللي يتبرع بالدم بصورة مستمرة يتعود هذه العملية بالفائدة. فثبتت كل الدراسات العلمية إنه التبرع المستمر والمنتظم يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، كذلك يجدد الدم ويقلل من نسبة الحديد الزائد عن حاجة الدم. فهو إلى فوائد بالإضافة إلى أنه طبعا الهدف الرئيسي منه هو إنقاذ أرواح المرضى المحتاجين إلى دم. أكيد. زين دكتورة شو تقولين حق الناس، بعض الناس يعني في أفكار ومعتقدات سائدة في المجتمع يبقى نقولهم يعني عن تبرع بالدم يقولون شيء مضحك شوي أنه أنا ما فيني دم أتبرع، أو أنا يعني كيف يحكمون يعني انتوا شو المعايير اللي يعني مثلا اللي تعتمدونها عشان ان هذا الشخص يصلح انه يتبرع بالدم او لا، مو بهو يقول انا ما عندي دم عشان اتبرع فيه. طبعا هو التبرع للمره الاولى دائما يكون برهبه وبيخوف بالنسبه للناس، لكن بس يتبرع المتبرع اول مره يشوف شيء جدا سهل، وطبعا ما في إلا مضاعفات التبرع بالدم، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك في شروط للتبرع بالدم. الغاية من الشروط هي أنه الحفاظ على وضمان سلامة المتبرع بالدم، وفي شروط طبعا تخص المتلقي الدم اللي هو المريض. فشروط التبرع بالدم اللي تم وضعها هي لضمان أنه بعد التبرع بالدم يبقى كل شيء في الجسم بالنسبة نسبة الهيموغلوبين أو اللي اسمه خضاب الدم والصفائح الدموية، عدد وحدات كريات الدم البيضاء، كلها تبقى بمستويات طبيعية بعد التبرع. فإحنا دائما من نختار المتبرع في شروط بحيث أنه تكون نسبة الهيموغلوبين كريات الدم الحمراء تكون أعلى من الطبيعي، حتى بعد ما يتبرع تستمر تبقى في مستواها اللي فوق الطبيعي. ولذلك وضعت هذه الشروط أنه ضمان سلامة المتبرع. بالإضافة إلى هذا طبعا هيئة الصحة في دبي متميزة في المستوى ليس فقط المحلي بس معروفة عالميا في جودة الخدمات المقدمة بالنسبة للمتبرعين بالدم. المركز معتمد من جمعية بنوك الدم العالمية وحاز على كثير من الجوائز اللي تخص الجودة والسلامة. فكل شيء يستخدم بالتبرع هو يستخدم لمرة واحدة فقط، لأن في ناس تخاف من الأبرة، في ناس تخاف أنه تصاب بمرض من تتبرع بالدم، هذه كلها يعني. فأنتوا أكيد تتأكدون من السلامية يعني من سلامة ومأمونية عملية التبرع بشكل كامل. ومثل ما ذكرتي يعني في النهاية أنه راح يستوي تقييم على المتبرع هذا عشان نتأكد من سلامته وسلامة بعد الدم اللي بناخذه، صح ولا لا؟ أكيد. طبعاً أنا أحب اليوم أذكر معلومة، في ناس مثلاً من تيتي للتبرع بالدم مثلاً يضايقون من كثرة الأسئلة اللي تنسأل، في استبيان للتبرع بالدم وفي فحص طبي قبل التبرع بالدم. هذه الإجراءات يعني المفروض الشخص ما يضايق من عندها، لأن هذه طبعاً لضمان سلامته. فحتى نتأكد من سلامته لازم نسأله بعض الأسئلة الطبية، لأنه في أشخاص إذا تبرعوا بالدم ممكن هذا يضرهم، فلذلك يتم استبعادهم من التبرع بالدم. وكذلك بالنسبة للفحوصات الطبية احنا نفحص الضغط، نبضات القلب، درجة الحرارة، نفحص الهيموغلوبين حتى نتأكد ان الشخص بعد التبرع بالدم يبقى عنده كل شيء طبيعي وما يكون في اي مضاعفات للتبرع بالدم. فالاستبيان اللي موجود للتبرع بالدم
هو لضمان سلامة المتبرع أثناء وبعد التبرع بالدم، وكذلك في بعض الأسئلة اللي تخص سلامة الدم عندما ننقلها للمرضى. فأحب إنه المستمعين والمتبرعين يعني يتفهمون ليش في هذه الإجراءات قبل التبرع بالدم. هي إجراءات سريعة، والحمد لله هيئة الصحة في دبي وفرت ضمن تطبيق هيئة الصحة الذكي الموجود على الهواتف المحمولة في خدمة دمي. اليوم أوجه الناس اللي يحب يتبرع بالدم أو اللي يحب يعرف معلومات أكثر عن التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، يطلع إلى خدمة دمي المتوفرة في التطبيق هيئة الصحة في دبي. وحتى ممكن إنه يسجل ويعبي الاستبيان ويتم يعني يخلص جزء من إجراءات التبرع بالدم وهو على الهاتف وقبل المحنة. ما يعدكم يعني يحاول يعدنا. وحتى التطبيق هذا يخبر إذا هو يقدر يتبرع أو ما يقدر يتبرع من خلال جوابه على استبيان التبرع بالدم. يعني هو يسوي مثل عملية فلترة أولية للبيانات ولشروط التبرع، صحيح؟ نعم، إذا أعطى رمز كودي يعني طلع له QR كود معناها أنه هو كمل الإجراء، ويوجه التطبيق أنه اذهب إلى مركز التبرع بالدم لإتمام عملية التبرع. طبعا هذا يقلل 20 دقيقة من وقت الخدمة، يعني اللي ما يحب يأتي للمركز وينتظر حتى يجاوب على الأسئلة ممكن يسويها وهو بمكتبة أو بيته أو بأي مكان هو مرتاح فيه، ويأتي إلى المركز فقط ل الفحص الطبي والتبرع. إنزين دكتورة، لو تخبرينا بس موقع ومكان الحملة، هي في إكسبو الحين حاليا؟ إحنا طبعا مركزنا واقع داخل حرم مستشفى لطيفة للنساء والولادة، وموجودين في عدة مكانات حسب تواجد حافلة التبرع بالدم. الشخص اللي يحب يعرف مثلا اليوم وين موجودة الحافلة ممكن يتصل بمركز الاتصال الموحد التابع لهيئة الصحة في دبي، ويخبروهم وين مكان الحملة في الأيام المقبلة. احنا اسبوعيا نجدد الجدول الحملات. بالنسبة يعني دكتورة بس عشان نوضح للمستمعين، الحملة هي مستمرة طول السنة، لكن نعم. الأماكن الحافلة تكون متغيرة من مكان لآخر. نعم. في كل نعم. مكان كم تتم تقريبا؟ أسبوع مثلا؟ كل يوم في مكان. أوكي، يعني بس هذا لازم إحنا نراجع اللي هي جدول الحملات اللي على تطبيق هيئة الصحة بدبي. مركز الاتصال، يعني مركز الاتصال هم عندهم موقع الحملة. الشخص اللي يحب مثلا اليوم يريد يتبرع ويشوف الحملة وين موجودة ومن أي وقت لأي وقت ممكن يتصل في مركز الاتصال، وهم يعطوه الجدول خلال الأسبوع هذا اللي إحنا فيه. فإذا يكون قريب على سكنهم أو قريب على مكان عمله فيقدر يتوجه للحملة. بالنسبة لحملاتنا في أكسبو، إحنا طبعا انطلقنا في أكسبو للإعلان عن نهاية الحملة العاشرة، وكان سمو الشيخ منصور حاضر الاختتام، وكان يعني حدث كبير ودعم كبير طبعا من قياداتنا العليا للأعمال الإنسانية، وطبعا هذا مو غريب على في دولة الإمارات دولة العطاء. فكانت في حملة في بداية شهر ديسمبر هذا العام، ومبارحة طبعا البارحة مساء كنا في أكسبو للبدء بالحملة الجديدة اللي هي الدورة 11. ممتاز. يعني أمس كان افتتاح الدورة 11 في إكسبو. نعم. ممتاز دكتورة. نعم. إنزين لو تخبرينا عن الإنجازات اللي حققتها الحملة خلال السنوات اللي طافت وعدد وحدات الدم اللي تم جمعها من المتبرع، يعني إذا في إمكانية. نعم، من بداية الحملة في عام 2012 إلى نهاية الدورة 10 في هذا العام تقريبا جمعت أكثر من 44,300 وحدة دم، حملة دمي لوطني فقط. فيعني هذا طبعا إنجاز كبير، ومثل ما ذكرت بالبداية كانت الحملة في أوائل السنوات يعني يتم إنجازها وتنظيمها خلال 3 أيام أو 10 أيام في السنوات اللي قبل عام 2020، لكن إحنا في 2021 قرر الشركاء أنه تستمر الحملة طول العام حتى نتيح المجال للجهات الحكومية
نريد أكثر يعني دعم من الجهات الحكومية يدعمون ويوعون موظفيهم الأهمية التبرع بالدم، بالإضافة طبعا إلى الجهات الغير حكومية والجمعيات الإنسانية والمختلف المؤسسات، كلهم يعني مدعوين للمشاركة بحملة دم لوطني ودعم التبرع بالدم كونه عمل إنساني نبيل. ومثل ما ذكرنا أنه لا يوجد بديل، ما ممكن أنه نشتري الدم ولا ممكن أنه نصنع الدم، فمحتاجين يعني أنه الثقافة ووعي المجتمع إلى أهمية هذا العمل الإنساني. زين دكتورة مي، لو عندك رسالة وحابة توجهينا للمجتمع، شو ممكن تقولي في هذه الرسالة؟ والله أنا أول شيء أحب أن أشكر المتبرعين بالدم، ما في كلمة شكر وتقدير توفي حقهم وجهودهم بالتبرع بالدم. خلال جائحة 2020 في وقت اللي كان في منع التجوال وفي الوقت اللي كانت الناس موجودة في بيوتها، ما توقف المتبرعين بالدم في دولة الإمارات عن التبرع بالدم، يعني كل الشكر والتقدير لهم في ظل ظروف كانت صعبة يأتون للتبرع بالدم. كذلك احنا في يوميا في مراكز التبرع بالدم يتم الاتصال بالمتبرعين أصحاب الأصناف القليلة التواجد مثل الأو سالب أو أصناف أخرى نادرة، الحمد لله دائما في استجابة سريعة ويأتون للتبرع عندما يعرفون أنه في مثلا مريض محتاج إلى هذا الصنف. فكل الشكر والتقدير إلى كل المتبرعين على العمل الإنساني، إن شاء الله في ميزان حسناتهم. وكذلك طبعا أدعو الأشخاص اللي لم يسبق لهم التبرع بالدم أنه يدخلون على خدمة دمي في تطبيق هيئة الصحة للتعرف على شروط التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم. كذلك داخل خدمة دمي في مكان اللي هو التبرع بالحالات الطارئة، يمكن للشخص أن يسجل اسمه ويسجل رقمه وما يتبرع حاليا، بس يعني يبين لنا أنه هو يرغب بالتبرع في حالة الطوارئ أو الأزمات. هذا طبعا شيء كبير بالنسبة لنا لأن يدعم المعلومات اللي موجودة في المركز في حالة حدوث لا سمح الله حالة طارئة أو حاجة إلى تبرع أشخاص من أصناف دم معينة. فشكرا لكم طبعا على دائما دعمكم للمركز في توضيح معلومات عن التبرع بالدم وفوائده ودور المركز للاستجابة للحالات الطارئة اللي هي تنقذ حياة الإنسان بعد طبعا مشيئة الله سبحانه وتعالى. أكيد يا دكتورة مي، والشكر بوصول لكم وجهودكم الصراحة البارزة في هذا المجال. يعني شو بنقول، حملة دمي لوطني، هاي حملة مو بس عمل إنساني لكنه عمل وطني، صح ولا تشورش دكتورة مي؟ أكيد أكيد طبعا طبعا. دكتورة مي رؤوف، الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي، ألف شكر لك على هذا الحديث الجميل، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات ثانية يا رب، وإنجازات أخرى جميلة بإذن الله. شكرا لكم. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة، نتمنى أنها نالت إعجابكم بالفقرات اللي قدمناها لكم. اتذكروا دايما مثل ما أوصيكم كل خميس أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية ولبس الكمام، واللي ما أخذ التطعيم شو نقوله؟ أخذ التطعيم. واتذكروا أن الجرعة الداعمة بعد مهمة لصحتنا. ومخرجنا نمر يقولكم لا تنسون انكم تزورون اكسبو 2020 وتستمتعون انت وعائلاتكم فعالياته الجميلة وخاصة بهذا الجو الرائع. كان وياكم في الاخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الاخت ميرا الاخفلي، وبالاعداد الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. صحة وسعادة.